أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن فهم يوزعون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان صدق الله العظيم.
Selanjutnya kita saksikan dan dengarkan peserta dengan nomor tampil 65 yang akan membacakan surah Asy-Syura ayat ke-43.